طقم اشخاص ران. هسه لا هي بفلوس ولا هي بصخام. كريستيانو اجى زيدان للريال، تعال حباب محتاجينك، لازم نفوز باوروبا. هسه ما خلنا السنه الجايه، لازم نخلي حباب تعال. والله شوف العالم هواي تحت علي، يقولون يخاف من مودريتش ويخاف من محمد صلاح. انا قايلها قبيل واقولها هسه، انا ما خاف بس من الله، والسبب انا ما جيت بصراحه كنت العب بوبجي، وكنا مسويين تيم انا والوليد ديبالي وسامي خضيره، وانا بصراحه الزوم خبطني كسعكاتني. المهم هذا السبب الرئيسي. والله يا اخوي كريستيانو ما يجي لنا، انا احسن منه باللعبين، انا خذت هاي السنه كرفيها بيها ومخفى، صحيح هو عنده 5 سنين عندي حد، بس انا احسن منه باللعب، وعارف كلها تقول هيك. وكريستيانو ما يجي للريال لان انا مستوى احسن منه، وليش ما يجي لان انا دعي 1500 ملفات مره. انا مره رحنا لحميد ابو العنبه اشتري، رحنا لحميد ابو العنبه اي فيت ما عنده الفلوس، فدفعت الاشتراك 3 ملفات، فراح لفدش على وين هسه شو ما جابهن. يقولون كريستيانو ردك تني بنا عال، وين هو وين ذا هو زلمة ترى ابن الكلب والتحكم زغبة لابس اصفر شنك عصارة. يلا لك اطلع برا شني علي، ما اطلع برا ولك هو انت ياه يمك عبالي علي. على سطح القمر هو انا ايش مدريني بترعب جنسي واحد.